بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس اللغة اليابانية GLBT NHT. ال NH يعتبر ضعف ال GLBT اللي قبل كده، فدسم جدا وعدد الكلمات كتيرة وعدد الحروف كتيرة والجرامر بتاعه كتير، وبيضاف الى كده القانون. GLBT NH عبارة عن 12,000 كلمة كانجو، ومن اصل 24 الى 25,000 كلمة. هناخد منهم 400 كلمة في كل حصة، عبارة عن 1200 كانجي من حوالي 2400 إلى 2500 كانجي. هناخد منهم مثلا 20 في كل حصة، هنقسمهم على 30 والحصة هتكون A و B. النحويات 240 بومبو من حوالي 1000 جرامر توتال GLBT. هناخد منهم المفروض 8 الى 10. التعبيرات اللغوية حوالي 1000 كان يوكو، من حوالي 1000 مثلا 200. الباقي ده في الان ني، معظمه في الان ني، وحاجات بسيطه في الان صان والان يون والان جو. فهناخد حوالي مثلا 8، تمام. فالنهارده نبدا طبعا بسرعه عشان الكورس كبير ودسم. هنبدا بالحروف، والحروف انا برتبها حسب برنامج الاكسل، فهو بيرتبها لي حسب الكانجي. بيبدا بالجروب من جروب اتش الى اخر، هما 300 جروب. فطبعا اول حرف عندي الحرف ده تي او تشو، اكتبه تاني، عبارة عن حرفتين اتنين ستروك اتش ني بالشكل ده اتش ني. هنا اتنين نوت، نوت تي ونوت تشو، والاتنين اوليومي. الحرف ده ملوش نوت في الكونيوم، او مش مستخدم، ما شفتوش يعني. تي لوحدها معناها دنمارك، او الرابع كده لوحدها دنمارك، دنمارك أو الرابع. تمام. هنا لو تشول وحدها بالشكل ده معناها قطعة سكنية، تشو مي كده أو كده، تشو يومي، المي كون يومي، يعني يعتبر كلمتين مع بعض، لان الميل كونيومي بتاع الاونيومي بتاعها موكو، هنا مش هتنطق موكو، تمام. هو تشو يعني سكين، هو تشو، ودي ممكن تكون في المستويات اللي قبل كده، سكين مطبخ. تشو دو يعني بالضبط، شو دو بالضبط، تمام. الباقي كله نطق تاي. هنا
هيتاي نفوسو، هيتاي نفوسو، هي الحرف ده تاي ني فوسو معناها يتضمن وثائق سرية، وثائق سرية دي فو فوسو، ودي هي تي تمام. تيني اللي احنا عارفينها، تيني اللي هي أدب أو احترام، تيني ده مؤدب محترم، تينيني بأدب احترام، تينيني مو كذا اللي هي وصف يعني. تينيجو اللي هي لغة الاحترام، تينيجو أو اللغة المهذبة. جو أو تيني تاي تكتب كتير عشان إيدك تحفظ، تيني تاي أو تيني كي صيغة مؤدبة، وتاي هي نفسها تي، ده في النحويات. تيني جو بكو كده، تيني تاي ودي قردة مطرح تاي، وتيني كي اللي هي الصيغة المؤدبة. تيني كونسيتسو أو كونسيتسو تيني، و في اللغة اليابانية ممكن تلاقي كده الكلمة كده وكده تشتغل، تيني كونسيتسو تيني كونسيتسو. كونسيتسو أو كونسيتسو تيني، لا ودي معناها مؤدب مهذب، صفة لا مخلص وفي شكلها تمام. لسه تي تشو مهذب أو كريم، تي تشو دي خلاص نطق اللي هو التشو، تي تشو تشو تاني هنا يعني. تي تشو تمام كريم أو مهذب صفة لا. تي ماجي حلقة القنزوع، تي ماجي شوف الحرف اللي تحت ده ماجي، تي وماجي هنا نطقها كونيوم تمام، حلقة القنزوعة اللي هو يحلق زيرو النص اللي فوق ده، نص الراس من فوق، وبعدين في ضفيرة كده يقوم طارحها على اللي هي كانت في عصر الإيدو تمام، جيداي. والدراما اللي في الدراما عصر إيدو بيسموها تيماجي مونو، دراما عصر إيدو كل التمثيليات الممثلين فيها الرجال طبعا حالقين حلقة القنزوعة دي بيسموها تي ماجي مونو، مسلسلات بقى تي ماجي مونو تمام. ده بالنسبة للحرف ده. لسه كلمتين مهمين اللي هي تينين وتينينشا اللي هو البلوغ، تينين أو سن الرشد، تينين أو تينينشا اللي هو راشد أو بالغ، البالغين الراشدين تينينشا
البالغ او الراشد او البالغين او الراشدين. الحرف الثاني كلمتين ثلاثة اللي هو بالشكل ده، حرف ده اوشي، تمام كده؟ اتشي ني صان تعبي شي اوشي. واوشي احنا عارفينها اللي هي كده بقرة، ده البديل بتاعه، او ثور، تمام؟ لوحده كده بقرة او ثور، يبقى ده واحد. اتنين، اوشي دوشي سنة الطور او الثور. اوشي دوشي عام البقرة سنة الطور. اوشي دوشي، ودوشي هنا نطقها كونيومي، واوشي هنا نطقها كونيومي، تمام؟ اوشي تورا، تورا يعني شمال شرقي، تمام كده. الحرف ده اوكا او كيو اللي هي هضبة او تل او مرتفع، تمام؟ اتشي مي سان شي جو اوكا. ودايما في اسامي المدن مثلا اوكاياما، والبديل بتاعه الحرف ده اوكا، تمام؟ ده البديل بتاعه. او كيو، تمام كده؟ كيو. ناخد مثلا النطق اوكا هنا كده لوحدها كده هتكون تل او هضبة، مرتفع، مرتفع الجولان مثلا زي جبل كده، ولكن ايه؟ من فوق مستوى. اوكا نو وي، وي قمة الهضبة، وتتنطق كده كيو جو، كيو جو ممكن معناها كثير يعني، أو قمة الهضبة، أو تدل على الكسرة أو كبير، تمام؟ أوكابي اللي هي حوالين الهضبة، بي اللي هي كده، تمام؟ أوكابي. تمام؟ وتتكتب أيضا بهذا الشكل. حول الهضبة، تمام؟ بالنسبة للنطق كيو، كيوريو اللي هي زي كلمة راتب، نفس النطق، كيوريو، كيوريو. كيوريو، كيوريو تتنطق راتب، وهنا بالكانجي ده تتنطق هضبة. كيوريو تشيكتاي، تشيتاي نفس المعنى، هضبة أو منطقة. بقى هنا تشيتاي معناها منطقة، منطقة هضبة، تمام؟ حرف ده تاي بيتكتب كده اتش مي سان كده كده طيب، تمام كده. حزام او منطقه. كي ساكيو احنا عارفينها دي رمل، ساكيو منطقه رمليه او فستان رمليه، ساكيو، تمام؟ كيوشين مناطق مرتفعة في الوجه اللي هي بثور أو حاجة زي حصبة كده، شين كتب كده. احنا
احنا عارفين الحرف ده اللي هو ناين بيبدأ كده، بيبدأ بكده، ده جروب تاني خالص، جروب كده، ده جروب اتش، جروب كده في شكل يعني قريبين في الشكل، لكن ده اسمه هي. ولما نكتب الهي كتب كده، لكن الهي التانية مختلفة شوية، شبه بعض ولكن ايه، هي لها نطق واحد. كو اوتسو هي 1 2 3 او اي بي سي، كو اوتسو هي اتشي مي سان 1 2 3. تمام، هنا درجة ثالثة بقى، هي هنا درجة ثالثة. تمام، هي شو يعني درجة ثالثة، شو ده يقابل الـ A وده يقابل الـ B وده يقابل الـ C 1 2 3 بالشكل ده يعني. تمام، هي تي نيفوسو اللي احنا من شوية يتضمن وثائق سرية خدناها مع التي، هي تي نيفوسو يتضمن وثائق سرية. تمام، اونيومي بتنطق جو او شو، او سوكي هو بالشكل ده، اتشي ني سان شي جو، دي حركة واحدة، دي حركتين او ستروك، وان ستروك اتنين ستروك. تمام، بالشكل ده، لان من غير ده في حرف حرف شكله بالظبط اللي هو من غير من غير الشرطه اللي تحت، وبيتنطق ايضا جو او شو، ولكنه ملوش كلمات في المعجم، ممكن تلاقيه في اسم مدينه او اسم شخص، ومش مكرر في الجي ال بي تي، تخلي بالك من الشرطه اللي تحت. وفي حرف تاني اللي هو ده، تمام، وكنت اماره، وبيتنطق شو ايضا، نطق شو، خلي بالك. تمام، الحرف بتاعنا سوكي في معظم اسماء الاشخاص والمدن. تمام، مثلا جون سوكي، جون سوكي اسم علم، جوشو دي كلمة صينية قديمة معناها رئيس وزراء. تمام، ولكن الحرف ده مكرر في الجي ال بي تي. الحرف اللي بعد كده ني او طان، الشكل ده، هنا ني هنا طن، احنا اتفقنا هنا الكون يومي اكتبه بالشكل ده، وهنا الكون يومي هنكتبه هنا بالكاتاكانا، وهنا هيراجانا. تمام، اوني اللي هو قنفذ البحر، اوني قنفذ البحر، قنفذ البحر، وقنفذ البحر بيتكتب كده، ده بحر كتب كده ايضا، ويتنطق نفس الاوني. اقاي اللي احنا عارفينها لها ثلاثة او اكثر كانجيات، أكاي اللي هو أحمر، ومعناها أحمر أو قرمزي أو شيوعي، أكاي، فهنا ده نطق أحد النطق اللي هو مش توكوبيتسو يعني نادر شوية. طن لوحدها معناها صدأ أو الحمار بتاع الصدأ،
تمام. وانتان اللي هو الرصاص الاحمر انتان، دي الوحدة ناماري يعني رصاص، نطق ان طن الرصاص الاحمر. تمام. في كلمة فعل سرو معناها يكرس أو تكريس، تنسي، والحرف ده كومي، تنسي الهند ده، تنسي سرو يكرس، تكريس يكرس، وطنين حريص أو دقيق، طنين مي بحرص بدقة، طنين مي بحرص. تمام، ده بالشكل ده. نضع هنا نو، هنا ناي أو داي. تمام. في الأسماء طبعا هو كم شرطة؟ اتش مي، اتنين ستروك. تمام. في الأسماء ممكن تلاقي مثلا زي نوريكو، كودة في الأسماء، نوريكو اسم عالم، وأيانو اسم عالم، أيا نو، نضع هنا نو. تمام. نايشي من كذا إلى كذا، الكلمة دي مشهورة مهمة. ناي ممكن تمد، نمد دي شوية فوق. نايشي من كذا إلى كذا، وداي داي فو اللي هو الأب، داي فو أب. وهنا نقطة تاني، احنا عارفين كلمة سوناواتشي أي أن بمعنى. تمام. سوناواتشي بتتكتب بالشكل ده، نو أو كوري لوحدها كده. تمام. إتشي مي سان، إتشي مي سان كوري أو نو، وهنا بتتنطق شي. تمام. لوحدها كده كوري يعني هذا، أو نو اللي هي بالحرف الإضافة، واحنا عارفين كوري اللي هي كده، ده الحرف البديل بتاعه. نوجي اوندو حركة متعرجة أو زيجزاج، نوجي اوندو جي اللي هو حرف، اوندو يعني حركة، ده حركة متعرجة أو زيجزاجية حسب الكلمة بقى. تمام. ولكن في شرطة فوق كده. تمام. الشرطة اللي فوق دي نو. تمام. تاني جي مي سان شي. تمام. طبوشي يعني فقر، فقير يعني، طبوشي فقير صفة، ايه فقير محتاج. تمام. ساينو ني توبوشي قليل البراعة، ساينو ني توبوشي
قليل المهارة أو البراعة، مهارات قليلة. وقاني غاتوشي فقير بالفلوس، قاني غاتوشي فقير يعني، بس بالمال بالذات يعني، هنا فقير بالخبرة، قليل الخبرة، قليل المال. بيمبو كلمة اللي احنا عارفينها، بين بو تمام، ودي السفناء فقير، ولو بيمبو لوحدها تبقى فقر تمام او الاملاق. بيمبو فقير. بيمبو سي شو، بيمبو شو اللي هو البخل الشديد، يميل الى البخل. بيمبو شو نطق سي او شو، بيمبو شو يميل الى الفقر تمام. والكلمه دي كيو بو فقر او حرمان، وصفه سرور. كيو بو، الحرف الكيو ده متهيألي مكرر، كيو بو سرور تمام. كيو لوحدها فقر او حرمان، يبقى الحرف كله شفناه وبيتشابه مع الحرف اللي قبله. الحرف اللي قبله ده كوري هنا بس ابنه تمام. بعد كده حرف اوتسو، اوتسو جرب القلم الاحمر ده، ده حركة واحدة نطق اوتسو، وبيتنطق كينوتو تمام، او اوتو اللي هي اوتومي العذراء، اوتومي عذراء بنت. اوتوميزا اللي هو برج العذراء، برج العذراء ده زا، وزا هنا كده كونيوم، لكن اوتومي كونيوم تمام، على اساس ان هما كلمتين، برج العذراء هنا بنت فتاة عذراء. واوتومي لها كانجي تاني بالشكل ده، نطق ايضا اوتومي تمام. كوتسو احنا ذكرناها شويه، اللي هي الف ب كوتسو، ووتسو هنا معناها الثاني لوحدها تمام. كوتسو يعني الف ب الاول والثاني، يعني هنا تعتبر رقم اثنين. الحرف اللي بعد كده يا تمام، او ناري تمام، وبيتشابه مع حروف تانية زي مثلا كده سي او سي ده كانجي، او سي بالكتاكانا، كتاكانا نوسي، او هيراجانا نوسي بالشكل ده، او الصا مثلا كتاكانا نوسا، او الطا طنين. خلي بالك الحرف بتاعنا بالشكل ده.
تاكويا ده اسم علم، مش هتلاقي كتير الحرف ده، ممكن في الأسماء، وده نادرا ما يتنطق هنا يا، لأن هنا أونيوم، لكن هنا كناري يعني جدا، ناري أهو كناري، وكناري بتتكتب بالشكل ده، جدا. تيتسو ناري اسم علم، تيتسو ناري، وناري لوحدها معناها تو بي لوحدها كده ناري، وجيكان و جي توكي و قاني ناري، ده اكسبريشن الوقت من ذهب زي ما احنا بنقول، توكي و خطأ، توكي و قانيني ناري، تمام. وممكن ناري تتكتب كده قانيني ناري، الوقت من مال او ذهب، لان قانيه معناها مال او ذهب، تمام، فتمشي اكتر الوقت من ذهب، تمام. تلتاشر الحرف ده كي او كامي، اللي هي السلحفاة، اتشي مي، وبعدين كده سلحفاة كامي، ولما بتضاف تبقى جامد، ده هنا قامين، النوت بتاعها هنا في الأون كي، وهنا في الكون قامين، تمام. أنواع القامين بقى كلها، ريكو جامين سلحفاة برية، وريكو دي النوت بتاعها ريكو، هنا نطقها اونيوم، ريكو ريكو جامي، نطقين هنا مختلفين عشان دي كلمة ودي كلمة، سلحفاة برية، اومي جامي، اومي سلحفاة بحرية، أومي جامي، جامي أو جامي عشان الإضافة، زو جامي سلحفاة عملاقة، زو اللي هي فيل، تمام، زو، وزو هنا أونيوم، زو جامي. سلحفاة عملاقة، وفي السلحفاة البحرية الحمراء، كاي أومي جامي، كاي أومي، أكا أومي جامي، ده علشان تحفظ الحرف بس تاخد معظم الكلمات، أكا أومي جامي، تمام. الشرطة بتاعت اللي فوق دي كده معدية على أكا أومي جامي، نوع من السلحفاة تلاقيها في البحر كده ولونها أحمر. كيريتسو شرخ أو فرق أو فلق أو صدع، هنا الحرف ده بيتنطق كي، كي ريتسو، ريتسو الحتة اللي تحت دي لوحدها كرومو يعني ملابس،
تمام، ودي لوحدها ريتسو ايضا، كي ريتسو تمام، شرخ او فلق. يسد الفلق ده او الشرخ ده كريتسو فوساجو، او فوساجو هنا زي اللي هي الصموي، ولكن تحت هنا مش شرطتين بقى، لا تسوتشي فوساجو. وبسيط جدا، اتشي ني سان شي تمام، بئر ويل لما تشوفها في الانجليش تمام. محافظة فوكوي فوكوي كان اي فوكوي كان ايدو ايدو بير ماي اسم عالم هتلاقيها كتير، زي مثلا مستر ايتو الشكل ده، ايتو ايتو سان، ناكا اي، تلاقيها في الاسامي كتير تنطقها ايه على طول وانت تمام. كرومايدو كروما البقرة بتاعت البير، نزل بيها كرومايدو اي دو تمام. كويدو قديم، بير قديم، بير ماي قديم، كويدو تمام. او تين جو، هنا بقى نقطة مختلفة، جو او اللي هو ازرق، تين اللي فوق دي اطول شوية، جو السما مش كده ولا ايه تمام. تنجو لوحدها سقف، يعني السقف تن جو، ومروحة السقف تن جو سن، تن جو سن جو سن مروحة سقف، يبقى هنا يا اما بير يا اما سقف، ولما بيختلف النطق بيختلف المعنى. رقم 15 حرف ده وترو تمام، توجو تاني شي شي جو روكو وترو لوحده كده وترو. وكلمة وترو اللي احنا عارفينها بتتكتب ايضا بالشكل ده، يعبر او يجتاز تمام. هيتو وتري معناها عموما، كتب بالاثنين هيتو وتري كتب كده عموما او كده، هيتو وتري معناها عموما او جنرالي تمام. وكلمة وطن لها نطق تاني ولكن مش مستخدم يعني. حرف رقم 16 ا
حرف ده كده. تمام. واختصار كلمة آسيا، تمام، أكثر إيه استخدام يعني. شوف كلمات على حرف الآ. موا العمى، موا بمو طبعا هنا كده كون يومي، والمو ايضا كده، تمام، مو عمى وبكم، عمى مو لوحدها، عمى عمى وبكم متكلمش يعني. تمام. مدارس اللي احنا بنقول عليها سم والبكم، مدارس البكم والمكفوفين، مو جاكو، مواظبكو. تمام. انيتاي، نيتاي اللي هي منطقة استوائية، انيتاي معناها شبه استوائية، مناطق شبه الاستوائية، نيتاي. نيتاي منطقة شبه استوائية. تمام. أريوسان غاسو اللي هو غاز ثاني أكسيد الكبريت. أريو سان غاز، غاز ثاني أكسيد الكبريت هنا. ار يو يو سان غاز، و ريو سان، ار يو سان لوحدها ثاني اكسيد الكبريت. تمام. اري يعني الدمبل اللي هما بيلعبوا بيه رياضة رفع الاثقال، حتتين حديد كده وحتة حديد في النص كده بيقوي عضلة الايد، اسمه اري ري دي اللي هي جرس. اري دامبل. شرق اسيا، تو تو اللي هي شرق، تو شرق اسيا، تو شرق اسيا. تمام. دول شرق آسيا، توا شوكوكو، توا شوكوكو، توا شوكوكو، شو نطق شو كوكو. توا شوكوكو دول شرق آسيا، توا شوكوكو. الطباشير هاكوا، هاكو اللي هو أبيض، هاكوا بين شيرو، شيروي مو شيرو ولكن نطق هنا هاكوا. تمام. عين اللي هو الزنك، عين اللي هو الزنك. أوروبا وآسيا، أو يورو آسيوي، أو اللي هي أوروبا، هنا أوروبا وآسيا ده بالنسبة للحرف ده.
حرف رقم 17. شكلة اتشي اي تشي وروكو جاي او اي. هنا كون هنا اون. تمام. ولو لوحدها كده معناها الخنزير البري. تمام. او اينوشيشي لوحدها كده خنزير بري. تمام. ايدوشي سنة الخنزير البري. ايدوشي توشي اللي هي دوشي توشي اي دوشي سنة الخنزير البري. النظام الصيني مقسمين السنين حسب الحيوانات. جاي جيتسو شهر 10 في التقويم القمري بتاعنا. جاي جيتسو جاي جيتسو شهر 10 تقويم القمري. الحرف اللي بعد كده ده كل الكلمات اللي بتكون موجودة على الحرف الديكشنري، يعني لو هتدور هتلاقي كلمة أو اتنين بره المستوى. كاي ده زي أقا، الحرف اللي احنا عارفينه اللي هو أحمر، ده كده أحمر أقا نطق سكي. تمام. لكن هنا مفيش ال هنا كده بس. تمام. حرف ده بنطق ايكي او ياكو او متا. شوف متا الاول ده خلاص تشابه، مجرد تشابه. متا اللي احنا عارفينها كده لها نطق تاني كده متا. تمام. وريمو كو. وريمو كو كلمة بالشكل ده. وريم مو كو. تمام. هنا في اكسبريشن يذهب مثل الوميض او جميل ولكنه سريع الزوال. يعني في كلمتين مهمين في الحرف متى. الكلمه دي نيورو ياكو نيودين، جميل ولكنه سريع الزوال نيو رو. ياكو ياكو نيودين the exhibition. جميل ولكنه سريع الزمن زي الفلاشينج يعني. ده الحرف ده. في نوع من الورد من فصيلة الورد البلدي اسمها واريموكو. واري ده الحرف بتاعنا مو كو. كو بالشكل ده او ممكن تكون بالشكل ده. تمام. وردة جميلة جدا من فصيلة الورد ده. اخر حرفين عندنا في الكانجي النهارده
تمام، بيتنطق كو او كيو، و تورو يعني مش مستخدم، تمام، يعبر او من خلال. في عندي ثلاث كلمات مهمين، اداء جيد كوتسو، كوتسو سو اللي احنا عارفينها، و دوينج ويل او اداء جيد، و حظ جيد كو اون. حظ جيد، اداء جيد. وفي هنا كلمة تانية جينكو، اللي هو عصر جينكو سنة 1321 لسنة 1323، جينكو ألف تلتمية واحد وعشرين شهر اثنين لألف تلتمية تلاتة وعشرين شهر اتناشر، ده عصر اسمه جينكو جيدان، تمام؟ نطق أيضا كو الشرطة دي كده اتش مي كو أو كيو. وهنا اوكيرو، نفس اوكيرو اللي هو ده، بيتكتب بالشكل ده. يعني يتلقى، يستقبل، يأخذ، يستمتع، كل المعاني دي. عندنا كلمة كيوجو، جو جو كيوجو سرو، يستمتع طبعا، قبول، تلقي، استلام، استمتاع، يستمتع، يتلقى، نفس المعنى ده. الكلمة دي كيوراكو، سرو، يستمتع، و كيوراكو تيكي، تيكينا أو تيكيني، هنا ممتع، بمتعة أو باستمتاع. وكلمة كيوراكو سيكاتسو، حياة، متعة، كيوراكو سيكاتسو، حياة، حياة متعة، تمام. وفي كلمتين تانيين اللي هي كيو يو، كيو يو اللي هي امتلاك، يمتلك، possessing،
وكيونين اللي هي السن عند الوفاة. كيو نين، تمام. ده بالنسبة للعشرين حرف بتوعنا. ندخل على القان يوكو. قان يوكو، قان كتب كده، يو كتب كده، ك كتب كده، قان يو ك، اللي هي تعبيرات اصطلاحية، تعبيرات بلاغية اصطلاحية بشكل بيان، تمام. ناخد قلم أحمر مثلا. آيسو، كلمة آيسو آي اللي احنا عارفينها، صو أو صو، الاتنين مستخدمين. لما تقول نكتب بقى آي صو أو آي صو. آيسو جات سكيرو. آيسو جات، آيسو اللي هو اللطافة، لطيف أو الكياسة. جا سكيرو يعني يستنفذ الصبر أو اللطف، يشمئز يعني، يستنفذ اللطف، تمام. الكلمة التانية أيضا نعرفين معناها باينة، أيضا نتاتسو يقف بين، يعني يتوسط أو يتدخل. أيزوتشي احنا عارفينها اللي هي الإماءة، من غير ما يقول أي أو لا كده اسمها أيزوتشي، تمام. للكي هام يعني شرطتين اتنين، أيزوتشي تمام اللي هي إماءة. أيزوتشي أوتسو يومي أو يوفي، لأن ما فيش أيزوتشي سرو مش موجودة، فيقول إيه أوتسو اللي هي كده يومي، يشير كده بالراي إيه معناها يوفي مثلا، يومي بالموافقة أو بالرفض، ولكن في الغالب يوافق. أكا نو تانيل، أكا اللي احنا عارفينها أحمر، نو تانين، تانين يعني شخص آخر، تمام. معناها شخص غريب عن الموضوع، يعني ليس له صلة، ليس له صلة بالموضوع. عارفين كلمة أكاشي يعني إثبات، كتب كده الأول وانبين أكاشي، ودي بتتنطق شو اللي هي شو ميشو، نو شو شو ميشو، شو مي شو زي بطاقة كده. أكاشي غا تاتسو دا جدوشي، تاتسو فعل جدوشي، أكاشي غا تاتسو يعني تثبت البراءة. أكاشي و تاتيرو
يثبت لجدوش التدوش. هنا شدوش، هنا تدوش. أكاشي أو تاتيري يثبت براءته، هنا تثبت البراءة نفسها تثبت. رقم ستة أكي جاكرو، أكي جميل وفيها كيرو، تمام. أكي جا تساوي أكيرو بالظبط، كرو يأتي الملل يعني يمل يسأم. ده بالنسبة للقناة. ندخل على الجرامر. هنبدأ بيا أو يا إنا يا ناني ناني يا ناني ناني أو ناني ناني يا إنا يا ناني ناني، معناها بمجرد ما أو فور ما أو سرعان ما، يعني حاجة كده بسرعة بتحصل، تمام. بيقول هنا كيتاكو، قبلها الصورة في الجيش، أوكي جيش، أوكي كيتاكو، ودي اللي هي بتاعت كايرو، هيروح بقى ويستريح وكده، تمام. كيتاكو سرو يا كمجرد اي كان، الكلب بتاعه المفضل يا انا، انظر هنا كان اي كان جا، جرب لو يروح الكلب بيتشرب عليه كده. طبي، شوف مكتوبه ازاي كده، توبي تسوي تيك تاك، مجرد ما روح كلب شاف عليك، تمام. يبقى هنا الجرامر بتاعنا اللي هي الحته دي يعني، تمام. دروب هو دروب، دروب لوحدها كده اللي هي الوحل، دروب دي عصايه، هو كده على بعضها اسمها دروبو، دو رو درو بو. دروبو هو حرامي، تاشينو كاو او، لما شاف وشي تاشينو كاو، او ميرو. هنا الفعل هنا جيشوكي ميرو، يا إنا يا، مجرد ما شاف وشي نيجي داشتا، نيجي داشتا هرب، مجرد ما شاف وشي كده، تمام. هنا القاعده بتاعتنا يا هنا يا، قبلها جيشو كي، معناها بمجرد ما سرعان ما، اول ما شاف وشي رش جي اللي هي رش اور، رش جي تنطق كده اللي هي ساعات الذروه، نو دي بتتنطق جي مش توكي، نو هومو. هومو لها اكتر من معنى، هنا معناها اللي هو الرصيف بتاع القطر، ممكن هوم بيج، ممكن هوم اللي هو البيت، ولكن مش مستخدمة قوي كبيت. دي لما تشوفها هوم يعني الرصيف بتاع القطر في ساعات الذروة. دي دوا اللي هو الباب، جا اك، ودي تنطق اكو وتنطق هيراكو، تمام. لكن هنا اكو يا هنا يا، بمجرد ما الباب بيفتح، تمام، مع بعضها كده يا هنا يا هنا،
تمام يعني يا جو كياكو غا جو مسافرين او ركاب جو كياكو غا دوتو بسرعة كده دينشا دينشا اللي هو القطر الكهربي وما عادش فيه رشة بقى اللي هو الايه القطر العادي اللي زي عندنا ده اسمه رشة دينشا كل القطور هناك زي ال زي الصابوي كده او اللي هو القطر الكهربي قرأ نظري بس خرجوا بسرعة كده يتزحلقوا ومجرد ما الهوم على الرصيف مجرد ما الباب بتاع القطر بيفتح الركاب بيتزاحموا كده ويخرجوا بسرعة. الجملة اللي بعد كده هنا طبعا الجرامراية بتاعتنا يا عينيا بمجرد ما وقبلها أكل مجرد ما يفتح إلا أكو الباب كانوا جوا دي كده لوحدها اسمها كاري هو كده تبقى كانوا جوا و تيجامي اللي هو الجواب يعني او كاكو او يومو او تستيلي يومو هنا يومو يومي وارو يومي وارو مجرد ما انتهت من قراءة وارو يا هنا يا انتهت من قراءة الكتاب الخطاب حصل حاجة قراتها فإيسوي ده بسرعة هنجي كتبت الرد كده رد هنجي هنجي او كاكي هاجمي واشتا او كاكي هاجمي كاكي هاجمي واشتا مجرد ما انتهت من قراءة الخطاب بسرعة بدأت تكتب الايه هنا يبدأ يكتب بدأت تكتب الرد قبل يا هنا يا هنا ايه اللي هي الفعل ده يومي وارو ينتهي من قراءة كذا بمجرد ما حط سماعة التليفون جو واكي دي سماعة التليفون سماعة الهاتف جو و كي جواكي او اوكو يا هنا يا يا هنا يا مجرد ما حط سماعة التليفون ايه اللي حصل تشيتشي بابا و اواتي تي اواترو هنا اول احلام اواتي تي هي او ديتكتا او ديتكي ماشتا ديتي إيكي ماشتا ديتيكي ماشتا كيماشتا تمام وهنا يرو ديرو للخروج طبعا بياخد حرف الاو الدخول بياخد مي او اي تمام هنا الجرامراية بتاعتنا اوكو يا هنا مجرد ما حط سماعة التليفون بابا بسرعة هنا اهوت التي يعني بهرولة او بسرعة او بعجلة تلهف ايه او دي تيكي ماشتا سورا جا كوراكو سورو يا مجرد ما السما غيمت
تمام، بتبقى لازقة كده فوق هنا. سرعة جا لوحدها كده، كراكو هيمت نارو، كراكو نارو يا هنا يا بره النار هيمت. اوتسوبو نواني اوتسوبو هو ايدك كبيرة كده يعني معناها ايه؟ مطر غزير. اوتسوبو دي لوحدها تسوبو يعني حبيبة. اوتسوبو نواني مطر غزير جا عمين جا فوريداش فوري بدأ يعني فوري هاجمت، بدأ مطر غزير بمجرد ما غيمت بدأ مطر غزير. مثال بقى كده، المشكلة هتكون يا يعني ايه فيها خداع شوية، تمام؟ يا هي يا إيمان. سينسيغا سين سي غا المدرس كيو شيتس اللي هو الفصل يعني حجرة بيدرس فيها ني كيو شيتس ني هايرو يبقى دخل ني هايرو يدخل لو ديرو يبقى هو ديرو تمام يا هنا يا بمجرد ما دخل المدرس يا هنا يا قوم كده ايه اللي حصل؟ باكسي تاتشي باكسي تاتشي الطلبة و أو التلاميذ أو المتعلمين وشابيريو وشابيريو شابيري اللي هو الكلام دردشة شابيريو يا ميتا تمام كده ويا ميتا تكون بالشكل ده ده كان جدا مجرد ما دخل كانوا بيتكلموا وعملوا دردشه كده الطلبه قاموا ايه بسرعه اول ما دخل بطلوا كلام. كازاي هاسي كاساي كا اللي هي كده اللي هي نار يعني كاساي وهنا نار تاني ايه اعوذ بالله هاسي اندلاع الحريق تمام نو بيرو اللي هو جرس اندلاع الحريق جا نارو نارو يرن يا بمجرد ما ران هنا يا هي مش نايم يا بمجرد ما والفعل في الصورة جيشو كده نارو يرن الجرس يضرب الجرس يا هنا يا أو يا هنا يا شو بو شي هنا صغيرة عن اللي فوق شو بوشي اللي هم لو لوحدها كده رجل اطفاء الحريق شو بوشي تاتشي رجال اطفاء الحريق شو بوشي شو بو شي تاتشي شو بوشي تاتشي و رجال اطفاء الحريق هي او هي حجرة أو الشقة هي أو توبيداشتا تمام توبي داشتا
القاعدة بتاعتنا فين؟ القاعدة بتاعتنا هنا يا اللي هتساوي يا إلى يا. بمجرد ما رن جرس الحريق، اندلاع الحريق، شوبوشي تاتشي رجال إطفاء الحريق دخلوا الحجرة، اقتحموا يعني توبي داسو، تمام كده؟ توبي داسو ده فعل فوكوجو دوشي توبي داس الفعل ده تدوش، وفعل مركب فوكو جو دوش. رقم اثنين سورة او دي سورة او ني سورة، ناني ناني سورة، سو مش سو بقى سورة، سو سورة قبلها اسم ماشي تمام. ناني ناني سورة، ناني ناني دي سورة، ناني ناني ني سورة تمام، معناها حتى كذا أو لدرجة أن كذا، تمام كده؟ سوغاشي كوتي، سوغاشي كوتي مشغول، سوغاشي سو غا شي كوتي مشغول و تي معناها اللي بعدها و. شوكوجي تناول الطعام او تورو جيكان، قلنا قبلها ايه؟ مينفعش فعل قبلها اسم، جيكان وقت يعني سورة حتى وقت طعام مشغول لدرجة فيش وقت للأكل، سورة نوعاً لا مشغول جدا لدرجة إنه مش وقت أكل. صنّا كانتان ناكوتو صنّا، وصنّا معناها لهذه الدرجة، صنّا كانتان كان تان تانغو نو تان نا سفنا كوتو شيء أو موضوع أو أمر سهل لهذه الدرجة. كودومو سرعة حتى الأطفال، هنا قال كودومو دي سرعة دي كيرو، حتى الطفل يقدر على الحاجة السهلة دي، حاجة سهلة لدرجة إن الأطفال يعملوها تمام. هنا دي سرعة أو سرعة قبلها اسم تمام، معناها لدرجة أن أو حتى الأطفال حتى تناول الطعام. كوشي جاي باكتي معناها إن هو ظهره أو ظهرها بليمو لدرجة كذا، يعني شوف أهو كوشي بكوشي اللي هو أسفل الظهر، كوشي جاي إيتاي بياماي داري، ياماي طريق عليئة اللي هي طريق عليئة مرض كده، يعني تحتها على طول اسماء امراض على طول حاجة ما يتعلق بالمرض تمام. ايطاق التي و تي معناها و كوشي ده ايطاي يعني الم تمام. ايطاق التي مؤلم ظهري يؤلمني اوكي اغارو يقوم ينهض من الفراش ينهض تمام اوكي اغارو اوكي اغارو كوتو عشان يحولها الى اسم صورة تمام، مش قادر موسكاشي كارتا موسكاشي موزوكا دي ثلاث شروط
難しい。難しかった。لدرجة إني ما كنتش قادر أنهض من ظهري، قطع يعني في الماضي بقى، ظهري كان بيوجعني لدرجة إني ما كنتش قادر أنهض من الفراغ. يبقى هنا سرعة قبلها اسم خطوط ومعناها لدرجة إن، حصل كذا لدرجة إن كذا. تمام؟ كانجوا أو يعني السرعة كانجو. و خويا اللي هو الآباء الأب والأم مي سورا لا مش ني مي إيه إتشيغون كلمة واحدة أو هيتو كوتو يعني لها أكتر من إتشيغون أو هيتو كوتو إتش حتى كلمة مو حتى وازو يو يواناي زو اللي هي تساوي كلمة ناي وازو ني بدون ما تقول حتى كلمة لبابا وماما خرجت من البيت يي او حروف ناخد او ديتا صودا ديتا وبعدين هنا صودا سمعت او عرفت تمام خرجت من غير ما تقول لبابا وماما ولا كلمة. المثال اللي بعد كده يبقى هنا ني صورة اللي احنا بنتكلم عنها من غير ما تقول حتى قبلها اسم اهي لبابا وماما خرجت من البيت يبقى كان جوا او يعني صورة يتوكوتو مو وازو مي يي او ديتا صورة ده اللي هي ديس يعني ولكن في الكلام اللي هو اللي بيقول ده كونو جي كان كونو جي كان حادثة الحادثة دي نو كوتو موضوع الحادثة دي طاشي دي صورة حتى أنا دي صورة أهي طاشي دي صورة حتى انا ما اعرفش ما كنتش اعرف مثلا شيرا ناي شيرا ناي تمام لدرجة إن أنا كنتش أعرف الحادثة دي. با اللي هي صورة جوكين كي. إريبا كتاب إريبا با قصو قصو هنا معنى خاصة حالة خاصة تمام وخصوصا سبب خاص وخصوصا بسبب وخصوصا لأن المعنى بكده يعني يعني با قصو طبعا هنا الفعل ده بقيت فعل الجوكين جو كان تمام كي صورة الفعل في الشرط صيغة الشرط وكان يجي قريب قصه لو الفلوس موجودة سبب أهم سبب كان جا قريبة هي الباقي قريبة قصه لو الفلوس موجودة بالذات الشرط ده إيه اللي هيحصل؟ بيو جاكو يسافر يتعلم بره بكيرو نوديس يقدر يسافر يتعلم بره لو بس الفلوس موجودة يبقى ده شرط أساسي واقصو قبلها طبعا البادي
بقية الفعل بتاع سورة الشرط وقصو معناها سبب خاص. كانجو نوكوتو أناتا نوكوتو كده، أناتا نوكوتو أنت شخصك، كيانك يعني أناتا نوكوتو. أو يعني في الحب والنصايح وكده يستخدم كوتو شخصك يعني أناتا نوكوتو. أو ومو ومو إيه بقى؟ عشان بحبك يعني. وهنا ومو يعتقد هنا يحب. ومو يبقى قصو ولا كانج تاني، ولكن ده مستحيل. قصو هنا هو قصو اهي، عشان بحبك مخصوص. تشي كوكو نصيحة، ينصح. تشي كوكو سرو يعني ينصح. اشتيرو نو ديس صعب، بنصحك عشان بحبك بالذات. تمام، لو شخص تاني ما بحبوش مش هنصحه. يبقى تشي كوكو نصيحة، سرو ينصح. تمام كده، انصحك عشان بحبك. دي أناتا دي لوحدها قريب كده تبقى كانجو. تمام كده أناتا مع بعضها. أويا وا كودوما موكوتو موكوسو شيكارو نودا. أويا الآباء ممكن بقى تيتشويا أو هاهويا. تيتشويا هاهويا. أويا وا كودومو، كودومو تتكتب كده وتتكتب كده. كودومو أو كودومو نوكوتو مويبا كوسو، عشان بيحبوا الأطفال. مويبا كوسو شيكارو نو دا. والكانجي ده مش موجود في الجي ال بي تي شيكارو، ولكن ممكن يجيب عليها كده، لكن تبقى عارفها يعني. شيكارو يودخ يعنبه عشان بيحبه. تمام. شو سيتسو دي انا مش عارف بكتبها بسرعة عليه كده، هي كرتين تن كده. شو سيتسو كاكو كوتو غا كتابة القصة بقصة او رواية. شو سيتسو كاكو هنا طبعا انا بكتب هنا كونيومي، بكتبها بالهيراغانا هنا كونيومي بكتبها بالكاتاكانا. تانوشي كريبا كوسو، عشان السبب اللي يخليني اكتب الرواية ان هي تانوشي 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 كريبا كوسو، عشان ممتعة. 40 سنة من جنين مو مو يعني بيستقطر لدرجة كذا. 40 سنة مو يونجين مو كاكي تزوكي تي تا نوريس. كاكي تزوكو استمر في الكتابة. كاكي تزوكي تي تا سو نوريس. كاكي تزوكي تي تا نوريس. تمام؟ أوكي. علشان بحب الرواية مخصوص عشان بحبها، استمريت أكتب لمدة 40 سنة. تمام؟ القاعدة رقم 4 نغرا ني نغرا نو. نغرا نو نغرا ني
حدثين فعلين مع بعض كده، ونجران ممكن تكون بالشكل ده. معا او في ان واحد. هويا الام و نبيلة نجراني، ده مشهور السبريشن ده مع بعض. نبيلة نجراني طبعا هنا اسمه، تمام، نجراني كودومو نو اوموري، كودومو نو اوموري او كاتاتا اللي هي كاتارو يحكي، ده لوحده جو، هنا كاتارو كاتاتا يحكي، هنا واحدة بقى تحكي، تمام كده؟ وموي او كتر، تمام؟ يبقى هنا نابيدا نجرا مي، ده الاكسبريشن بتاعنا اللي هو القاعدة بتاعتنا، نابيدا نجرا مي. يوغي شاوا نابيدا نجرا ني جوبون نو جيتسو او اوتايتا. اليوغي شا اللي هو المتهم، يو جيشا اللي هو المتهم، يو جيشا، يو جيشا و المتهم دموع في مية ناريدا نجراني وهو بيعيط، جيبون يعني شو هو يعني، جيبون نو خاص بي، وجيتسو اللي هي البراءة بيعيط تقول أنا بريء، وجيتسو أوتايرو بيدافع عن نفسه او بيشتكي وهو بيبكي، فين هنا قاعده نريد نغراني، تمام؟ ماري نغراني حاجه مولود بيها، نكتب بقى نغرو كده، وماري نغراني مع الميلاد مي اللي هو لين مي مو ميزو، يكون ما يشوفش ولا دعمة، ميمي مو كويزو، ميمي مو ما يسمعش، كويزو كوتشي مو كيكو، كوتشي مو كيكو، كوتو غا ما يتكلمش هنا، كوتو غا بيكي ناي ما يقدرش يتكلم يعني لا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم، بيكي ناي شتو مو غرو، في ناس بتتولد مع ميلادها كده، يبقى أمرينا براني مع بعض كده، لا يسمع ولا يشوف ولا يشوف ولا يسمع ولا يقدر يتكلم. كوتشي مو كوت أو كوتشي وكيكو يتحدث، تمام كده؟ كونوهيل لو كده تبقى كونوهيل لوحدها، لو كده يبقى كونو اتاري، تمام؟ نقطة
نكون أتاري و ماذا؟ مازال مقاشي يعني قديم نجرا منظر كده، يبقى مقاشي نجرا اللي هو منظر كده نو نجرا نو مقاشي نجرا نو دينين فوكي منظر ريفي رائع دينين فوكي دين دين فوكي مشهد رائع جا أتشرا مي ممكن تستطيع أن ترى ميراريرو تمام مش استطاع هنا قدرة ميراريرو كانوكي تمام إذا هنا كونوهين و مدى مقاشي ناجارا نو منذ القدم لحد النهارده في المشي الجميل اللي هو من زمان 9 سنين اشتغلوا من 9 سنين ب يعني حرك مشاعر اشتياقية كونين كي نين 9 سنوات كونين دوري منذ 9 سنوات تمام ني زمن معناها مين موكاشي ناغارانو اللي هو من زمان قوشا بناء المدرسة بناء المدرسة قوشا سلام راجع للمدرسة الابتدائية بقى والفناء كوشايا المبنى والفناء كل هي كو نو كو تمام كو تي او ميتي لما بشوفه تمام ما تسكاش كارتا حرك مشاعر اشتياق تمام ما تسكاش قطة في الماضي هنا ناتسوكاشي وكواسو شوف الحتة دي كواسو كده اللي تحت ده لوحده كرومو كرومو تمام اللي هنا ده تسوتشي لكن هنا عندنا بالشكل ده تمام ماتسوكاشي القاعدة اللي بعد كده ناشيني معناها بدون ودي آخر قاعدة ناني ناني ناشيني ناني ناني ناشيني ناشيني بدون من غير مالك بدون كذا من غير كذا تسوما نو كيوريوكو ناشيني بدون مساعدة أو بدون تعاون الزوجة سوما نو كيوريوكو ماشي نيوا تمام من سما نو كيوريوكو ماشي نيوا بدون تعاونكم أيها السادة سوما نو كيوريوكو ماشي نيوا دي طقم على بعض كده اللي هو ست يعني طاق اللغة مليانة جيجيو فور بيزنس جيجيو نو سيكو نجاح في العمل التجاري او البيزنس سيكو
تيكو يعني نجاح. و أري ماسين أري ماسين، شو معناها ما نجحش؟ لا، ودونها ما كانش هينجح. يبقى ناشي نوا ما كانش نجح، يعني هو نجح وناجح بفضل مساعدات أو تعاون زوجته معاه. يبقى هنا ناشي نوا بلاقي اسمها كيوريوكو، وده كده كيو يوكو. سوما زوجة، هنا كونيومي، هنا اونيومي. جيجيو اوكي ابا قرانو شيوكوري ناشي نيوا، بدون اللي هو دعم المالي بقى، انفاق كوني نو يوشين بابا ومامته اللي هم في بلده، لو ما بيبعتلوش فلوس كانش يقدر يعمل اللي احنا شفناه. قرا منهم نو شيكوري ناشي نوا، بدون النفقة أو الإنفاق بتاع الأهل في البلد بلده، تمام؟ لأن أهله اللي في بلده وأهله اللي موجودين عنده بيكون يعتبرهم أهله. بوكا جاتاكاي، مثال مطول هو شوية، بوكا جا تاكاي، مستوى الأسعار، الأسعار عموما المرتفع. نهون بوكا جا تاكاي، نهون اليابان اللي أسعارها مرتفعة. دي نو ريو جاكو، كانش يقدر يستمر. يوغاكو سي كاتسو، حياة الاضطراب بسبب الدراسة. يبقى هنا ريوغاكو يسافر من أجل الدراسة، ريوغاكو سرو. ريوغاكو سي لوحدها طالب مغترب، ريوغاكو سي كاتسو، ريوغاكو سي كاتسو يعني معيشة طالب مغترب. و تزوكي راريناي، تزوكي راريناي لم يستطيع ان هو هنا راريرو سوى استطاع. تزوكي راريناي ما كانش يقدر يكمل بدون مساعدة الانفاق، دعم المالي من اهله. فين القاعدة بتاعتنا هنا؟ احنا تهنا ناشينيوا بدون ايه؟ بدون انفاق اهله، تمام كده؟ الفلوس اللي بعتها له بابا وماما من غيرها كانش يقدر يكمل دراسة خالص، هو ده المعنى، تمام؟ اخر مثالين، من غير انذار الزلزال، جي اللي هي ارض اهي، شين يعني زلزال، جيشين كده يعني نطق أونيوم، جيشين. و الزلزال ناني مو أو ناني مو يوكوكو، إنذار، إنذار سهل. مو ناشي ني بدون انذار سابق الزلزال اللي يحصل توتسوزان فجأة، توتسوزان
قصدت كروب يخوفك أو يفاجئك أو يهاجمك. شوف قصدت كروب من حرف كبير شوية هنا كرو، تمام كده؟ الحرف ده ناخده كان تقريبا موجود في الجي ال بي تي. وصو يهاجم اللي هي او صو، حرف ده بالشكل كده تاتسو، وبعدين تحتيه كده تسكي، وبعدين هنا كده كده 1 2 وبعدين كده 3 وبعدين هنا كروم، تمام؟ صو كونو كوني وا كونو، البلد دي الدولة دي كوني وا فيزا، فيزا تمام؟ هنا معناها فيزا. لكن لو كده بيزا معناها بيتزا، مش من غير البيتزا، لا من غير الفيزا. بيزا ناشيني، من غير فيزا نيوكوكو ديكيناي، ما تقدرش تدخل من غير فيزا. نيوكوكو اللي هو دخول، اللي هو الامجريشن يعني دخول البلد، نيو كوكو ديكيناي، تقدرش تدخل البلد دي من غير فيزا. يعني هنا بدون ناشيني، ناشيني ناشيني وا قبلها اسم، ومعناها بدون كذا ما تقدرش تعمل كذا. ده النهاردة كان آخر جزء في الجرامر. شرحنا النهاردة الجزء A من الحصة 1 في الجي ال بي تي ان اتش. تعرفنا خلالها على كلمات حوالي 200 كلمة، حروف حوالي 20 حرف بالتفصيل، والنحويات 5، وتعبيرات بلاغية تقريبا كام 5 6. تمام، بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة من برنامج الجي ال بي تي. دوزو روشكو نيجاتي شيماس. ありがとうございました。